Alpha. هاي، انا حسام انتيكا، بورتريت فوتوغرافر سوني الفا امباستر. الدايركشن بتاع الشوط النهارده مختلف جدا لانه كان وراه قصه. تعالوا اوريكم عملت ايه النهارده. كان معايا بير الموديل وسيزر الكلب، واخترت الشقه يكون سقفها عالي وواسعه. انا جبت الموديل وجبت الكلب وجبت الشطرنج وجبت ترابيزه ومرايه في اوضه، وبدات اخد حوالينه كذا انجل، وبدات ارتب الشوتس بتاعتي. عايزه ديتيلز، عايز وايد، عايز بورتريتس. بس بالنسبه لي احسن جزء في الشوت كله لما جبت الموديل وجبت الشطرنج وجبت المرايه وبدات اخد ريفلكشن اكنه بيلعب نفسه. ده احسن جزء بالنسبه لي، قعدت اعيده كتير قوي لغايه لما طلعت الشوت اللي انا عايزه. كمان من الحاجات الجديده في الكاميرا السكرين بتاعتها اللي هي بتلت وبتفليب، وده كان مساعدني قوي لما بصور بورتريت. ساعات كنت بطلع الترابيزه فوق وابتدي، يعني الاول كنت بقعد احط راسي في الفيو فرند عشان اصور، دلوقتي بقى عندي السكرين اعملها كده براحتي، اشوف السبجكت وابقى مركز اكتر وانا بصور. هو الكونسبت كله اللي انا كنت بحاول اصور الاوفر ثينكينج ده عباره عن ايه. الشخص اللي بيبقى بيفكر كتير ده بيبقى متخيل ايه. فجبت مرايه وجبت كلب وجبت شخص بيلعب نفس الشطرنج، وفي الاخر بي او في من شخص تاني بيتفرج عليه هو اصلا بيلعب نفسه وبيحارب نفسه. مفيش اي حاجه بتحصل، كل ده جوه عقله هو بيفكر فيه. ودي كانت تجربتي بكاميرا سوني A7R Mark V الجديده.